Because
تكرر هاتفين الله أكبر الله أكبر. سنواصل الكفاح يا شهيد ارتاح ارتاح. سنواصل الكفاح يا شهيد ارتاح ارتاح. سنواصل الكفاح يا شهيد ارتاح ارتاح. سنواصل الكفاح في فرنسا. ولذلك أقول لكم أنتم أحفاد هؤلاء الشهداء، ونحن هنا لكي نقوم بحراكنا، ولكن أيضا لكي نتذكر شهداءنا. فلولاهم لما زلنا في الاستعمار، ولولاهم لما زلنا تحت الذل. ونقطة أخرى وهذه الأهم، استغلال النظام لمفهوم الشرعية الثورية، وهي هذا المصطلح كاذب ومزور باش يدوا الدراهم يعني قرية دوار دوار شعبة شعبة، كل الشعب الجزائري شارك فيه، اللي بحمار واللي نسج الجلابة، اللي وكل اللي فتل الطعام، اللي سقال ما يعني هذه الثورة. وإحنا الثورة نتاعنا هي قلنا نوفمبر، راه في شعاراتنا دائما نقولها نوفمبر المرجع والمحتوى. ولهذا حتى كي نتكلموا على الجيش كيقولوا جيش شعبي الوطني سالي، جيش التحرير الوطني، نعم فله ذلك الشرف، فهو سليل جيش التحرير الوطني، ولكن يثبت على مبادئ جيش التحرير الوطني، على القضاء، على قضاء الجيش، أن يكونوا بمستوى الكلمة، بمستوى سلالة الجهاد والاستشهاد، لأن ما نوفمبر بدأ ولم ينتهي، نوفمبر متواصل، والثورة نتاعنا والحراك نتاعنا والصحوة صحوة الضمير الوطني ما هي إلا تواصل لثورة نوفمبر، لأن ما الثورات لم تنتهي، تنتهي الحروب بالثورات ما تنتهيش. ولهذا بغينا اليوم نذكروا دائما، نذكروا اليوم هذا الساحة اللي واقفين فيها اليوم رمزيا سموها ساحة 18 فيفري. لي 18 فيفري سيتي كوا؟ سيتي يوم اللي اجتمعوا لي 22، لي 22 سو كوا؟ لي 22 هما لي 22 اللي فجروا الثورة. يا حبذا كانت نوض 18 فيفري، بصح هما أجلوها 22 باش 18 فيفري يبقى دائما 18 فيفري يوم نجتمعوا لي 22 في المدنية، وقرروا باش تكون انطلاقة الثورة الجزائرية، ثورة الكرامة، ثورة الحرية. يعني الحمد لله، يعني الثورة مرة ولكن حلوة على الأجيال الصاعدة،
مر على اللي نقاسوا فيها، اللي ماتوا باتهم، اللي تهجروا من خيامهم، اللي فكرتهم فرنسا، ولكن مر علينا احنا بالفعل اللي ماتوا عليها باتنا، ولكن حلوة على الأجيال الحاضرة والمستقبلية. والسلام عليكم. اللي بقول لك كلمة يقولها في الإطار هذا كبير للأمة الإسلامية العربية قاطبة، وهي مولد النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، النبي الذي أرسل رحمة مهداة إلى جميع الخلق كلهم. وثورتنا هذه ثورة يحتذى بها، وثورة غالية وعزيزة سميت بثورة التحرير الكبرى. أقول وفي الكلام ما قل ودل كما قال شاعر الثورة مبدي زكريا رحمه الله: هم الثائرون الآل ولد نوفمبر من صلبهم فاستقام، متى نزلت ثورة من سماء نزول المسيح عليه السلام، تأذن ربك ليلة قدر وألقى الستار ليلة قدر وألقى الستار على ألف شهر. وقال له الشعب أمرك ربي، وقال له الرب أمرك أمري، ودان القصاص فرنسا العجوز، ودان القصاص فرنسا العجوز بما اجترحت من خداع ومكر، ولعلع صوت الرصاص يدوي فعاف اليراع خرافات حبر، فعاف اليراع خرافات حبر، وتأبى المدافع صوغ الكلام إذا لم يكن من شوض وشواض وجمر، وتأبى الصفائح نشر الصحائف ما لم تكن بالقرارات تسري، ويأبى الحديد استماع الحديث، ويأبى الحديد استماع الحديث إذا لم يكن من روائع شعري. نوفمبر نوفمبر غيرت مجرى الحياة، وكنت نوفمبر مطلع فجر، ذكرتنا في الجزائر بدرا فقمنا نضاهي صحابة بدر. نوفمبر غيرت مجرى الحياة، وكنت نوفمبر مطلع فجر، وذكرتنا في الجزائر بدرا فقمنا نضاهي صحابة بدر. نوفمبر جل جلالك فينا، نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقينا، سبحنا على لجج من دمانا، وللنصر رحنا نسوق السفينة، وثرنا نفجر نارا ونورا، ونصنع من صلبنا الثائرين، ونلهم ثورتنا مبتغانا، فتلهم ثورتنا العالمين، وتسخر جبهتنا بالبلايا فنسخر بالظلم والظالمين، وتعنو السياسة طوعا وكرها لشعب أراد فأعلى الجبين. جمعنا لحرب الخلاص شتاتا سلكنا به المنهج المستبين، ولولا التحام الصفوف وقانا لكنا صماصرة مجرمين. هذا عن الشهداء الذين ضحوا بالنفس والنفيس عن هذا البلد. لولا التحام الصفوف جمعهم قالوا لكنا صماصرة المجرمين. فنقول لكم أيها الساسة: تعقلوا تعقلوا تعقلوا، فإن نوفمبر التاريخ، وإن ثورتنا مستمدة من أصالتها من آبائنا وأجدادنا وشهدائنا الذين ضحوا بالنفس والنفيس. المجد والخلود للشهداء الأبرار، وتحيا الجزائر شامخة، تحيا الجزائر حرة ديمقراطية، جزائر حرة ديمقراطية، جزائر حرة ديمقراطية. نشيد وطني بعد قروء سورة الفاتحة تراحما على الشهداء. نشيد ما عليش يحافظ الناس تتبع مورا، الناس تتبع مورا. قد صمام من نازلات الماحقات، والدماء للزاكيات الطاهرات، قد صمام من نازلات الماحقات، والدماء الزاكيات الطاهرات، والبنود اللامعات الخافقات، في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن ترنا فعالات الأمامات، وعقدنا أزمة أنت يا الجزائر تشهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'on était mort, ils ont dit bon débarras. Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir. Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas, il n'y a que le peuple. Che Guevara ma tombe, emmenez-moi là-bas. J'écris ça un soir. L'avenir est incertain.